قولي شو عندك جديد كرام؟ دونك كما قاعدين نشوفوا في سيت كوم يتعدى على قناه حنا بعل الفندق المغربي، دونك حاجه جديده، فكره جديده لميتوا فيها معناها الدول، دول المغرب العربي كله. احكي لنا شويه ترى. قاعد فرحان انه قاعد النارين توصلني اصدقاء طيبه من حكايه معناها من فندق المغرب العربي، مجموعه من الفنانين المغاربة، مدام خدوجة صبري النجمة العربية الليبية، زياد صبحي من ليبيا، والمرحوم مصطفى بركة من ليبيا، ثم أيضا سي حسن مكيات أحد النجوم المغاربة الحلوين ياسر معناها، ومجموعة من الممثلين التوانسة معناها الناجحة الرائعة. توصلك أزدابية؟ أي لا، قادر توصل أزداد طيبة والحمد لله، لانه خدمناه برشا محبه، برشا حرص على ان معناها نقربوا اللهجات ونقربوا المحبه اللي تجمع بلداننا. نوسه يا انيس اجري لي راه الفرماج مشى يدخل الكل في باهي. كي نقول لك رتب الفندق المغرب العربي مع السيتكو الاعمال الدراميه الاخرى، قداش ترتبوا بالنسبه ليك كرام؟ انا نرتبوا مع الكوجينه، ما لا يرتب. وبالنسبه لي من اكبر الاخطاء اللي نعملوها انه نرتبوا معناها اعمال معينه، لانه كل واحد ورؤيته، وشفنا برشا حاجات حلوه السنه. كيما شنو حاجه شدت انتباهك ولفتت انتباهك؟ نعتذروا ديما على خارج الحروف تدخل بعضها في رمضان، صايمين اي في رمضان مربوطه برمضان. اما ما نخبيش عليك، انا نعتبر السنه موسم ناجح، لأنه معظم الأعمال اللي ريتها كانت في مستوى راقي، سواء باب الرزق ولا فلوجة اثنين وإلا رجوج رائعة عبد الحميد بوشنا. رغم أنه برشا اليوم واجهوا عدة انتقادات لأهم الأعمال الدرامية نتاعنا، ولم تنل خلينا نقول أن أعجاب مش الأغلبية، نسبة معينة معناها ما عبروش على رضاهم على الأعمال الدرامية نتاعنا. شو معناش على الآخر راهو أكثر من هكاكة؟ صعيب برشا في بلاد ما عندناش مشروع كامل لدعم الانتاج الدرامي. راهو كل مشروع خرج بحلمه، خليه الناس يعمل معك بحث على دعم من بعض الجهات، وساعات يلقى وساعات ما يلقاش. فساعات كي نحبوا نعملوا مقارنات مع بعض الدول العربيه اللي فيها صناعه دراميه فيها ماكينه كبيره نتاع دراما، ما تنجمش تحكي. نحن حرود بيت متعشي، نحن نصنعوا فيما يمكن ان يؤثث لنا الشقان فتره نتاع رمضان. وللاسف كنت نطمح، خصوصا كي تشوف الاسعد الوسلاتي توش عامل، كي تشوف ولادنا معناها تبارك الله دي جون كيما هيفل كيما عبد الحميد كيما تشوف انه تونس عرفت مخرجين كبار وعرفت تقنين معناها الجينيراسيون الجديده اللي طالعه توا، تقول انت سافا معناها ينجموا يلقاو مش بشكل جيد. باهي تخيل سلمان الشاوش، لانه اشتغل سلمان الشاوش اشتغل مع مجموعه كبيره من المخرجين في التلفزه التونسيه حتى كسب الخبره. تخيل والاولاد اللي جايين من السينما زاد عملوا هانينا معناها توا سافا.